مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بالجميع. فالقناه ديالكم قناه اوتو ماروك، القناه هذه اللي اول مره كيسمعنا هي قناه متخصصه في عالم السيارات. كنجيب لكم كل ما هو جديد في عالم السيارات، وحلقه اليوم غنخصوها لواحد الوافده جديده، هي سياره كيا سبورتاج. هذه السياره هذه اللي الاصل ديالها من اسيا وبالضبط من كوريا. إذن هاد السيارة دي غادي نفصلوا بها بتفصيل وتفصيل ممل. غادي نشوفوا المحرك ديالها، غادي نشوفوا كذلك لي زوبسيون ديالها، الخصائص ديالها، الديزاين ديالها، وكذلك في الأخير ما نساوش نهضروا على الثمن ديالها، وغادي نشوفوا هاد الثمن هذا كي داير وكيف عمل في السوق. وبالتالي بقوا معنا حتى الاخر ديال الحلقة باش نعرفوا المزيد والمزيد. الناس اللي اول مره كيسمعونا، كما قلت لكم هذه قناه متخصصه بعالم السيارات، اللي بغى دائما يكون متواجد يعني باخر او محاط باخر معلومات على السيارات، عليه انه يشترك بالقناه ديالنا. اذا خوت كاملين اللي كيسمعونا اللي مازال ما اشتركش، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش كيوصلوا كل جديد. فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام. نجدد الترحاب بكم سيداتي سادتي في قناتكم أوتو ماروك. ضيفة اليوم كما قلنا في مقدمة الفيديو هي الكورية الجنوبية كيا سبورتاج. أهلا وسهلا بالجميع. غادي نشوفوا إن شاء الله التفاصيل ديال هذه السيارة، بداية يعني الديزاين الجديد للسيارة كما كتشوفوا، ديزاين رشيق وأنيق وكذلك رياضي. الكوريون هذه المرة أبدعوا صراحة في من ناحية الديزاين. جدير بذكر أن السيارة يعني تعرضت أول مرة أو لا تسوقت أول مرة سنة 1994 بالكورية، بالعاصمة الكورية سيول. طبعا هذه السيارة كتصنع في 4 دول، منها يعني المعقل ديالها هي كوريا الجنوبية، كذلك الصين وباكستان وروسيا. هذو هما بلد يعني التصنيع أو تجميع السيارة. السيارة كما كتشوفوا جات بأناقة وجمالية عالية جدا جدا، هذه من ناحية التصميم. أما من ناحية المحرك، فجات السيارة متوفرة في 5 ديال النسخ، 3 ديال النسخ ديزل وجوج ديال النسخ هايبرد أو لا إبريد. إذن بالنسبة للنسخ ديال ديزل، جات موتور انسيس اللي كيديفلوبي 136 دلخيل. كما كتشوفوا شفنا الديزاين من برا، الان كما كتشوفوا في الشاشه الديزاين الداخلي اللي جا صراحه مصروع او لا بالتعبير الدارجي، شي حاجه زوينه ودقام. البير بانيل كما كتشوفوا على الشاشه اللي هو كيجمع ما بين ليكرون تاكتيل والطابلو دبور، كيكون اكرون كبير كيجمع بيناتهم بجوج. اذا سيداتي سادتي، كوريا الجنوبيه كتقدم لنا يعني من احسن السيارات زعما صراحه، رغم ان هذه السياره يعني في النسخ اللي من قبل ما خداتش بلاصتها كما يعني الشقيقه ديالها هيونداي تيكسون، يعني للاسف الشديد، رغم ان انا بالنسبه لي يعني افضل بكثير من هيونداي تيكسون، خاصه يعني في المخام السياره، رغم انها نفس المحرك يعني بيناتهم جوج، الا ان السياره انا سبورتاج بالنسبه لي افضل من تيكسون على 1000 درجه. كنهضر يعني سابقا ماشي حاليا، اما حاليا يعني هذه النسخه جديده فهي نسخه متطوره على تيكسون بكثير. اذا مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا البير بانيل يعني جات به سبورتاج جديده، الكليماتيزاسيون، الديماراج بالبوطون، كذلك البواد فيتاس كما كتشوفوا على الشاشه، بواد فيتاس اوتوماتيك رائعة جدا يعني لي بوتون، داك الشيء صراحة جمالية وأناقة. كذلك لي فو دومبيونس كما كتشوفوا على الشاشة. نذكر أنها جات بمحرك انسيس 136 شوفو 6 ديال الأحصنة الجبائية، اللي كتديفلوبي واحد الكوبل الماكسي ديالها هو 320 نيوتن متر، 4 ديال السيلندر، 4 ديال لي سيلندر، اليترتيس بيان سور، بواد فيتاس اوتوماتيك 7 رابور. عفوا.
كوسوما سوميان ديالها 5.5% تقريبا، سرعه القصوى 180 كيلومتر في الساعه، اذا والاكسيليراسيون ديالها كدير 100 كيلومتر يعني كسرعه قصوى 100 كيلومتر بارور في 11.4 ثانية. اذا يعني حتى المحرك تبارك الله في الديزل المحرك قوي جدا. هذا بالنسبه للمحرك ديزل، وكنا متوفر كذلك في محرك الهايبرد او الايبريد. السياره كذلك كتجي يعني بكوفر ديال 526 لتر، ريزرفوار 54 لتر، كذلك خمسه المقاعد و سته ديال لي زيرباك لا بي اس لاسيستي لونتي باتيناج لو اس بي، يعني السياره مجهزه كما يجب، رغم ان النسخه الاولى يعني ناقصه شويه ديال لي زوبسيون اللي متوفرين في النسخ يعني العامرين المتتاليه اللي غادي نشوفوهم. بالنسبه للنسخه الاولى هي نسخه لاكتيف واللي الثمن ديالها كيوصل 32.990 مليون. بالنسبة للنسخة الثانية ديزاين 37.490 مليون، أما النسخة الثالثة جيتي لاين 42.690 مليون فرنك. هذا بالنسبة للأثمنة ديال ديزل. أما الأثمنة ديال الهايبرد فالنسخة ديزاين بلاس 413 ألف درهم 41.300 مليون، أما جيتي لاين بلاس في الهايبرد توصل 46.900 مليون. وهنا الملاحظ أن الثمن ديال كيا سبورتاج حاليا مرتفع بزاف، هناك ارتفاع في أثمنة السيارات بصفة عامة، لكن سبورتيج يعني بهاد الأثمنة قالت لهم يعني جلسوا نغطيكم، للأسف يعني ثمن يعني مبالغ فيه إلى حد ما حسب يعني اعتقادي، والله أعلم، كيبقى اعتقاد شخصي ديالي. ربما الماركات الاخرى يعني يكون شي شونجمون ديال لي طاريف يعني حتى هما يطلعوا، مي حاليا سبورتيج الثمن ديالها طالع وطالع بزاف يعني في المارشي، خاصه ان لونتري دكام كتبدي ب 32.890 مليون، قلت 33 مليون، ويعني كتفتقد لبعض يعني التجهيزات مثل يعني السيستم دون فريشمون ديال لا لين ديتيكتور فاتيك، وهادو يعني كنا شفناهم في حلقه سابقه في لوبيل، لوبيل اللي الثمن ديالها 31 مليون وفيها تجهيزات هذه، يعني صراحه انا كما قلت كنشوف الثمن شويه اكزاجيري، والله اعلم. مشاهدينا الكرام اتينا على نهايه هذه الحلقه، الى اعجبتكم ما تنساوش يعني ديروا لايك للحلقه، كذلك اللي ما مشتركش يشترك معنا في القناه باش هكا يوصلوا الجديد يعني هذه السنه ديال 2022 يعني كاين الجديد بزاف، ما كي يالله كننتهيو بفيديو، الا ان حنا مازال ما انتهيناش بالتصوير او المونتاج، كيصدر لنا يعني نسخه جديده في ماركه اخرى حاليا يعني كتلونسا اوبيل استرا، اللي غادي نوفيكم يعني في حلقه مقبله ان شاء الله بلوبيل استرا اللي راها انطرحت حاليا بالاسواق المغربيه، وغادي نوفيكم بكل التفاصيل ديالها في حلقات قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء، اطيب المنى